صباح النور البنات، صباح الورد والياسمين. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم البنات غادي نبدا معكم من الصباح حتى العشيه. كيف ما كتشوفوا هنايا الصباح غادي ندير معكم سيمنات اللي فايت لي وشاركتهم معكم عده مرات، وغادي نشارك معكم القهوه ديال الصباح. انتم كتعرفوا في الصباح ضروري من القهوه، وهكا درت مسيمنات. غادي نشارك معكم البنات اليوم الجوله في واحد المحل اللي فيه تبارك الله واحد البروموسيو. كيف ما كتعرفوا هنايا في اوروبا تبارك الله التخفيضات بدات تبارك الله من 30% حتى 70%. غادي نشارك معكم كل هذا الشيء، بقاو معايا حتى الاخر الفيديو. وكيف ما كتشوفوا هنايا كملت المسيمنات ديالي، كيجيو رائعين، كيجيو مهويين من الداخل ومورقين. بالنسبه للعجينه ديال المسمن اولا العجينه ديال الملوي، الا كنت غادي نديرهم هكا في الصباح فانا كنعجن العجينه في الليل. كيف ما كتعرفوا ما كتكون فيها لا خميره لا حتى شي حاجه. شوفوا البنات كيفاش كيجي مورق ما شاء الله. وهكا البنات اللي ما شاهدوش الفيديوهات اللي قبل غترجعوا ليهم وغتلقاو الطريقه والمقادير ديال العجينه. هنايا نشارك معكم هاد الكافيتيغ، هاد البنات اللي صدقت ليا رائعه رائعه، لمن القهوه ديالها لمن كل شيء ديالها، ننصحكم بها خصوصا هاد لاماك هادي ديال دوتسي غوستو. كاينين تبارك الله بزاف ديال لي مارك، وكل واحد كيختار على حساب القهوه اللي كيبغي. فهاد الكافيتيغ هادي وخصوصا هاد لاماك هادي صراحه القهوه ديالها غزاله غزاله كيف ما غادي تشوفوها معايا. كما كتشوفوا البنات القهوه كتجي على هذا الشكل صراحه رائعه، المذاق ديالها غزال. كيبقى لكم نتوما الاختيار ملي كتبغيو تشريو لي كابسول، اللي كيبغيها خفيفه اللي كيبغيها ثقيله. فانا هنايا كنفضل ديال الكراميل كتجي صراحه رائعه، والمسيمنات ديالي هما هادو. ان شاء الله في فيديوهات اللي جايه غادي نشارك معكم الركن ديال القهوه كيفاش صيبته حتى نتوما يا تاخذوا فكره. هنا البنات بعد ما فطرت غادي نخرج باش ندير جوله في هذا المحل هذا، وغادي نشارك معكم التخفيضات اللي كاينه فيه تبارك الله كما قلت لكم واصله حتى 70%. بالنسبة لهاد المحل البنات فهو متخصص في كل شيء، في الملابس، في ملابس داخلية، ملابس ديال الرجال، ديال النساء، يعني ديال البنات، ديال الوليدات الصغار، وكذلك الأحذية. فأنا شديت لكم غير الجهة ديال الأحذية خصوصا للصغار هاد الوقيتة ديال الصيف. كيف ما كتعرفوا أي واحد كيبغي كيشري لوليداتو سنيدلات أو لا هكا هاد لي باسكيت هادو كيكونوا خفافين ديال الصيف. شديت لكم كل حاجة والثمن ديالها والتخفيضات ديالها. بالنسبه لهذا المحل كاين هنايا في فرنسا، البنات اللي في فرنسا اللي باقي ما مشاوش ليه فهو فيه تخفيضات زوينه، حاولوا تستغلوا الفرصه. فانا غنقول لكم البنات الى فيديو اخر، غادي نخليكم مع تتمه الفيديو مع هذه الجوله. في امان الله الى فيديو جاي، وما تنسونيش البنات دائما من لايكات من بارتاج، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم، وبقوا معايا حتى الاخر فيديو.